ليني ماول. دخل الناشئ الأمين يام التاريخ بعد أن أصبح أصغر لاعب يتواجد في قائمة الفريق الأول لبرشلونة بعمر 15 عاماً، وذلك بعد انضمامه لقائمة الفريق الكتالوني التي ستواجه أتلتيكو مدريد الأحد. وأعلن مدرب برشلونة تشافي يوم السبت عن قائمة فريقه التي ستواجه ضيفه أتلتيكو مدريد ضمن المرحلة 30 من عمر الدوري الإسباني، والتي شهدت عودة بدري بعد غياب طويل بسبب الإصابة ودخول فريق يوم بعد حصوله على التصريح الطبي. كما شهدت القائمة تواجد المغربي الأصل والإسباني الجنسية الأمين ياما لأول مرة. ويعد الأمين ياما أحد لاعبي فريق برشلونة تحت 19 عاماً، وظهر في تدريبات الفريق الأول عدة مرات بطلب تشافي، لكنه لم يدخل من قبل قائمة الفريق الأول لإحدى المباريات قبل أن يحدث ذلك اليوم. وولد يامال في مدينة ماترو التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شرق وسط مدينة برشلونة لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وانضم لأكاديمية برشلونة لا ماسيا في سن 7. ويتمتع يامال بقدرات رائعة في المراوغة والتمرير والتسجيل، وهو قادر على اللعب كقلب مهاجم أو لاعب خط وسط مهاجم أو كجناح في الغالب على الجهة اليمنى. كما يملك قدماً يسرى مذهلة تسهل عليه عملية اتخاذ قرار التسديد من أي مكان في الملعب، ويقارنه البعض بأسطورة نادي برشلونة الأرجنتينية ليونيل ميسي. واختار يامال تمثيل منتخبات إسبانيا على صعيد الناشئين والشباب، ومع ذلك لا يزال بوسعه الانضمام لمنتخب المغرب إذا قرر تغيير هويته الرياضية، كونه لم يحمل بعد قميص منتخب إسبانيا الأول.